لطيفة نظمي. اتولدت لطيفة لأسرة فقيرة، أبوها كان بيعمل صياد. طبعا لطيفة ما كانت قدرتش تكمل تعليمها، وكانت لطيفة من مواليد دمياط، فكبرت وحبت تسافر للقاهرة. وقعدت لطيفة مع خالها اللي كان عنده 10 أولاد. بعدها قرت لطيفة في الصحف إن علي الكسار عايز ممثلين يمثلوا معاه في المسرحية الجديدة بتاعته. فعلا راحت قدمت وكانت من المقبولين في المسرحية. شافها يوسف وهبي وهي بتمثل وأخدها معاه، وبقت تمثل معاه مسرحيات وأفلام. قبضت لطيفة المرتب بتاعها وأصبح ليها مرتب خاص بيها، فحبت إن هي تسكن لوحدها. بالفعل أجرت شقة في عمارة كويسة، الشقة اللي جنبها كانت لطبيب. الطبيب ده ما كانش بتشوفه كتير لأن كان على طول مش موجود بسبب ظروف شغله والمستشفى اللي بيبات فيها. في يوم لطيفة كانت طالعة من شقتها، فلقيت الطبيب بيفتح شقته، وتعرفوا على بعض وحصل بينهم انسجام وسريعا تزوجوا. لكن الطبيب ما بطلش عادته ان هو ما يجيش البيت، ويفضل بالاسبوع وال10 ايام ما يجيش، لغاية ما قعد عن المدة دي ما يجيش لطيفة فقلقت عليه، فقالت تروح تسأل عنه المستشفيات يمكن حد يعرفه يدلها عليه. فعلا ذهبت لطيفة للمستشفيات، ومحدش من جميع المستشفيات اتعرف على الأوصاف ولا على الاسم ده، وقالوا لها ما عندناش حد لا بالأوصاف ولا بالاسم ده بيشتغل عندنا. شكت لطيفة في زوجها الدكتور، وراحت منزل الزوجية وكسرت الدرج اللي كان على طول بيحذرها ان هي تيجي جنبه. لكن لما كسرته اتصدمت من اللي شافته، شافت طلاسم وصور كتير لنساء بأسمائهم وعناوينهم. نصحتها صديقتها ان تاخد الطلاسم دي وتروح بيها لساحر علشان خاطر يفك لها الطلاسم ويقراه لها. الساحر قال لها ان انتي متجوزة من الجن، وابعت رجعي له لحسن هيأذيكي. رجعت لطيفة البيت لقت جوزها موجود، واكتشف ان هي كسرت الدرج وعرفت سره، واتاري ان جميع الصور بتاعت النساء دي كلهم اخد اموالهم وقتلهم. يعني لطيفة كانت متجوزة من قاتل متسلسل، فحب ان يكمل بيها ويقتلها هي كمان. لكن لطيفة قدرت ان هي تهرب منه، وراحت عملت محضر هي ويوسف وهبي، وبالفعل تم القبض على زوجها. لكن بعد ما تم القبض عليها اكتشفت لطيفة انها حامل. وبعد كده لما جت ولدت لقت الطفل مشوه، فأصيبت لطيفة بالجنون من كثرة المواقف اللي حصلت لها، وفضلت على هذا الحال.